العيد بالنسبة لك إيه؟ كنا زي أي بيت مصري، كنا بنعمل الكحك، الصاجات السودة الكبيرة دي والصاجات المدورة الصغيرة بأشكالها وألوانها والبتيفور والكحك والبسكوت. ستات العيلة والعمارة متجمعين بيعجنوا وبينقشوا الكحك، والصواني رايحة جاية كده على الفرن. فاكرة شكل الصواني وفاكرة وكلنا قاعدين بننقش الكحك. ننقش الكحك وأول واحدة بتاكلها كده وهي سخنة بتبقى فظيعة. ونسرق كام كحكة من على الصينية، وأحلى كحكة هي اللي كنا بنسرقها من على الصينية وهي لسه طالعة من الفرن. متفهمش جميلة ليه؟ ولو طلعت لك محشية تبقى نجم، يعني بيجامة جديدة وكحكة محشية. عايز ايه؟ جدتي أم أبويا هي اللي كانت بتقعد على الأرض وتفرش وتجيب الصاج الكبير ده وتخبز الكحك، وأنا اللي بنقرش الكحك. هو طقس بيجمع العيلة والعيال الصغيرة، وكنا بنساعد أهالينا في إن احنا نقعد ننقش ونتعلم. طبعًا كنا بنعمل كحك لغاية آخر وقت. كانت جدتي بتعمل كحك في البيت، وكان بيبقى أحلى كحك. من ساعتها ما دقتش أحلى من كحكها.